التبعيه تاعهم كومبلي حنا نخدموه باش طلعنا هكايا. الحمد لله وربي ما خيبناش من بدينا وربي عاون فينا بنيتنا بافولي سيبورتي بالناس كاع اللي عاونتنا. الحمد لله اليوم فرحنا كاع وليت بليده والمدينه تاع بليده فرحناهم. الحمد لله اللي عاودنا ولينا لبلاصتنا ماشي عاودنا ولينا القسم الاول. ان شاء الله بربي ان شاء الله بربي نبداو هكا جروب ان شاء الله نديرو ايكيب شابه. الحمد لله كل الانصار يعطيهم الصحه وقفوا معنا. الحمد لله ان شاء الله تزيدوا نفرحوهم ان شاء الله. بسم الله الحمد لله الحمد لله الرحمن الرحيم. هذه المباراه جات صعيبه لنا كونسونتراسيون كانت بيناتنا لي جون. الحمد لله عام كومبلي حنا نساكريفيو على جهه ليكيب هادي جبونس ما طلعناش رجعنا ليكيب هادي لبلاصتها الاساسيه اللي تستاهل كل خير مع الجماهير هادو اللي ساندونا طول الموسم نشكرهم. ان شاء الله دوك هكذا ندوزو لي فاكونس شابين ان شاء الله يستاهلوا كل خير الناس مدينه بليده كلها اون جينيرال ان شاء الله. بول المباراة تاع اليوم كانت صعيبة وين ماركونا بريمي بيت وين غلقونا. الحمد لله يا ربي عرفنا كيف نجيرو المباراة. الحمد لله يا ربي هذا الفوز نادي كامل الأنصار اللي جاو عاملونا 93 دقيقة. بون حتى واحد فينا ما كان يستنى هذا العام نطلعوا. الحمد لله بالثقة تاع لي جوار والخدمة الحمد لله يا ربي. هذا الصعود نهدي بزاف بزاف الوالدية كامل لي سيبورتر اللي عاونونا. مباراة كانت صعبة وين شفت المنافس ما سهلناش الأمور. الحمد لله يا ربي حققنا الفوز وما خلي ما خيبناش الجمهور هذا اللي ديبلاصة كاع يعيطك على جالنا اليوم. نهدوا الصعود كاع الجمهور هذا والإدارة اللي كانت واقفة معنا. إن شاء الله يا ربي نكملوا فرحانة. واش يقولك المقابلة كيما شفتوا المقابلة كانت صعيبة علينا بزاف بزاف. الحمد لله يا ربي اليوم فزنا بها واللاعبين كوكو جو مشكورين كاع يعيطك. كما نقول لكم ميت هذه لاكسيسيون هذه اللي تاع فريمون الناس ما كانوش يامنوا بها. الحمد لله يا ربي امنا بها شكرا فيها والحمد لله ربي المصالح. نهدي اشوف كاع الناس اللي يحبوا بليده وي بيان سور نهدي لا فامي طوالي عيسات كاع عيتك وثاني كما نقول لك حومتي في ساندي. الله يرحمك. ما نقدرش نهضر لك على المباراه نهضر لك على الطلعه. الحمد لله يا ربي وين سفرينا كاع العام. الحمد لله اليوم وين فرحنا كاع على ولايه دبليده الشعب هذا اللي يستاهل كل خير. انا بدوري نهدي هذه طلع ان شاء الله الوالد ديالي راهم في العمره وما نساش خويا سيد علي وصاحبي ثاني موحش على ان شاء الله نهدي لهم كاع هذه لاكسيسيون ونقول لهم الشعب تاع بليده يعطيكم الصحه كاع العام. الله يحفظك. السلام عليكم. صعود اتحاد بليده او العوده تاع فريق اتحاد بليده القسم الوطني الاول. والله ما كانت سهله كما كنتوا معنا انتم تبعتونا عام كامل. حبك خويا دينا روتار ديجا وليكيب تاع 95% كاين 5 ولا 6 جوار لا بريمير اني تاعهم ميلا بون سينيور. الحمد لله مام الاداره مع الاول حنا تفاهمنا على المانتيه ما تفاهمناش على طلعه. الحمد لله بفضل الطاقم الفني اللي كان اللي راهو الاداره واللاعبين وهذا الجمهور اللي عمل قدرنا ان شاء الله نعاودوا نولوا القسم الاول. قلنا على صعود او العوده تاع فريق اتحاد بوليده القسم الوطني الاول. بون الحمد لله يا ربي على تروبو اللي حقناها وصعدناها هذا. بون فريق تاع اتحاد بوليده ولا المكانه تاعو باسكو المكانه تاعو ماشي في ناسيونال 2. الحمد لله وين هذا كامل المجهود تاع الزملاء تاعنا والطاقم الفني والطاقم الاداري. نشكرك بزاف بزاف الانصار اللي جاو ساندونا واللي امنوا بنا حتى الدقيقه تاع التاليه. مره مريتوا بفتره صعبه في مرحله العوده بيان سور اثرت فينا شويه مرينا شويه فتره باساج فيد سورتو سات تشاكر ما ساعدناش وين البراكني. الحمد لله حقنا كامل انتصارات فيها هنا في براكني. الحمد لله حقنا الصعود هذا نهدو كامل الشعب هذا كامل يوقف معنا. بون انتصار نهدي كامل الانصار هذو كامل الزملاء تاعي كامل الرئيس تاعنا والمناجر ونهديها ثاني كوي الوالديه ان شاء الله اللي عاونوني بزاف وسبت خويا حكيم ان شاء الله. الحمد لله كان علينا شويه ضغط مع الاول كنا لازم نربحوا اليوم مع الببليك هذا اللي جانا كاع. الحمد لله وربي نشكره على لي تروا بوان هذوما اللي بيرمو تاعنا باش نطلعوا بريمير ديفيزيون. ان شاء الله نعطيهم رونديفو ونفرحوا الشعب هذا كاع باش نزيدوا. الحمد لله كانت النيه في ليكيب هذه ما كانوش ضامنين نديروا واش انا درناه. الحمد لله كانوا رجال وقفوا عليها كما قالت واش انا مولاي. الحمد لله يعني كانت اداره جمهور لاعبين اللي كاع شاركوا في هذا وهذا عمل يعني ثمار تاع كاع الجميع. اتحاد بوليده رجع يعني للمكان الحقيقي وان شاء الله هذا كما يقول لك هذا هي البدايه ومازال ان شاء الله من الموسم القادم تكون ان شاء الله فريق اتحاد بوليده في احسن وجه ان شاء الله. انا طالعين هذيك الملايين هذيك
التعود هذا قبل كل شيء. واش نقدر نقول عليه؟ نقول عليه تاع الجمهور هذا كاع، ونشكر الجمهور هذا كامل اللي كان انسان في الصعود هذا، هو اكثر من كل واحد، خاطر على الوقفه تاعو طول السنه مع الفريق تاعو. يعني الصعود هذا ليه، وان شاء الله نتمنى اللعب المقبل يكون يعني احسن من هذا باذن الله. والله غير ما كاش واش تعبر لما تشوف الشعب تاع البليده هكا فرحان. والله نشكر كاع اللي ساهم في هذا الفوز وهذا الانجاز في موسم شاق وشاق جدا، يحس به غير اللي كان داخل الفريق واللي كان مقرب من الفريق. نشكر كاع شعب البليده اللي وقفوا معنا، ونطلب من كل جميع سكان البليده وكاع السلطات وكذا يتجندوا امور لهذا الفريق، وخلونا من الخلافات وخلونا من كل الحساسيات. حنا رانا كاع ولاد البليده وكاع حنا ولادها اللي نفدوا هذا الفريق، ويعطيكم الصحه ويعطيكم الصحه. ما قدرش نقول سبحان الله العظيم، انسان عاش هذه المسيره هذه تاع كلاعب، دوك عشناها كمدربين الحمد لله، والنهدي وكاع الانصار هذو العائله البليديه اللي حبوا اتحاد البليده من القلب بمعنى الكلمه، ما يحبوش الاشخاص. النداء تاعي نزيد نوصيه ان شاء الله بربي يلتفوا حول الفريق تاعهم هذا، ما يخليوش كل عام نطلعونها هذو يكونوا ناس رجال، ناس دي زونسيان جوار دي زونسيان ديريجون، يحوسوا على الصناعيين باش يديروا ان بروجي. كاين قدروا ما كاش مشكل من جات بروجي، يديروا ان بروجي يوصلوا به للمدى البعيد ان شاء الله بربي. لما لا على ما نديرش كاش تيتر ولا كاش حاجه اللي تخلي تفيد اتحاد البليده ان شاء الله. شفتوا المقابله كانت صعيبه بزاف، شفنا حضرنا طيله المسبوع اللاعبين على الغرور اللي دخلوا، خاش كانوا الاصاري يجوا للملعب والدنيا دخلنا معاهم في احد الاحتفالات. ها هو كيما يقول لك الشوط الاول من غريب خلصنا، كيما خلصنا هكاش الحمد لله. الهدف الاول اللي سجلناه التعادل هذاك غير مجرى التبليغ في الشوط الثاني، عطينا التعليمات قلنا نلعبوا غير بالعقل، نخمموا مليح تكونوا انتيليجون. سيرنا الشوط الثاني بكل دقيقه الاولى حتى الدقيقه الثانيه، لوبينا دي زاكسيون، خرجنا للبيت ما سجلناش الاهداف بصح الحمد لله. وين اثنين دو ان سي ان سكور اللي نهديوه ان شاء الله بربي كل العائله البوليديه ان شاء الله. تذبذب في النتائج في مرحله العودة بمعنى تذبذب في كاع والله الحمد لله كل واحد كيفاه يقيم الاداء تاع اتحاد بوليده. بطبيعه الحال في بدايه الموسم هضرنا باللي نديروا هدف تاع لو ماتيان، خرجنا من المقابله تاع بسكره درنا الماتيان تاعنا، من بعد حددنا الهدف الثاني وهو الصعود الحمد لله. كيما يقول لك ربي ما خيبناش، خدمنا بكل نيه باخلاص. اللاعبين جاوبوا على مع رد الفعل تاعنا طريقه العمل تاعنا، وراهم مشكورين على وراهم مشكورين بهذا الشيء. كيما قلت لك ان شاء الله بربي يتهلاو في اتحاد البوليده ان شاء الله. شيخ كمازان يكون على راس العرض والله ما على هذا كل اللي الغيب كيما يقول لك، مازال الوقت باش نهضروا على كمازان. كيما يقول لك الهدف تاعنا احنا وصلنا ليك بليده ناشونال ان، دونك حاجه واحده اخرى تولي واش كاين اكزاكتومون مور الاجتماع تاع الصناعيين والناس هذو راهم قابلين الفريق نشوفوا واش راح يصير.